من نيويورك ينضم إلينا الأستاذ أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أحمد، يبدو الموقف الأمريكي يعني حتى هذه اللحظة ورغم استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن يبدو غير واضح فيما يتعلق بالجدول الزمني لهذه الحرب. صباح الخير، التحية والتقدير. أتفق مع سيادتك تماما أنه غير واضح، ومعنى ذلك أن هناك وجهات نظر متباينة ومتداخلة في الداخل الأمريكي، كما أنها أيضا في الداخل الإسرائيلي. أمس كان التصويت في مجلس الأمن الحقيقة مخيب لأمال مش بس المنطقة، نقدر نقول العالم. وأنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة كان دايما بيطالب منذ أن تولى إدارة هذه المؤسسة العالمية منذ 5 سنوات، 4 سنوات وجدرت له، قال إن هناك إعادة هيكلة للأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن أيضا لا يمكن أن يستمر العالم على قرارات قديمة جدا لا تمت للواقع بصلة، إن تكون 5 دول دائمة العضوية عندها حق الفيتو وعشر أعضاء غير دائمين يتغيروا كل سنتين. العالم النهاردة أصبح عدد سكانه 8 مليار، ومن ثم في أجزاء كثيرة جدا جغرافية من العالم وجيوسياسية غير ممثلة تمثيل حقيقي في الداخل في داخل الأمم المتحدة. ومن ثم أمس كان الموقف الحقيقة لما 99 دولة تحضر الجلسة، بريطانيا يعني أعلنت أنها مش هتصوت كنوع من عدم الإحراج، ولكن الإدارة الأمريكية للمرة 5 في خلال هذين الشهرين أنها تعلن عن حق الفيتو. كمان احنا أصبنا بخيبة أمل النهاردة أن من غير ما يوافق الكونجرس هناك احتياطي أمريكي، والرئيس الأمريكي عنده صلاحيات أنه يبعث هذا الكم الكبير من التسليح إلى الداخل الإسرائيلي اللي العالم كله شاهده على الشاشات، أن هذا السلاح موجه لضرب المواطنين الفلسطينيين الأمنين وقتلهم. ومن ثم هناك في الداخل الأمريكي من يعترض الآن على أنه من العيب أن تكون أمريكا وإدارة أمريكا مشتركة في هذه الحرب بشكل فعلي.